طولنا قوي في النقطة ديت لأنها مهمة، فنلعب السؤال اللي بعده ونحاول ننجز شوية. النوم، في ناس بتتكلم في مشكلتين، أول مشكلة إن إحنا ما بنعرفش ننام، وتاني مشكلة إن إحنا بننام كتير جدا. النوم الصح هو النوم اللي أنت تقوم منه فايق، لا جسمك مكسر ولا أنت عايز تنام تاني. تاني في نوم اللي هو زيادة أوي لدرجة أنت قايم مش قادر، مش قادر، عايز أصلا إيه من كتر ما أنت نمت كتير مش قادر تقوم. وفي نوم تاني اللي هو لا أنت ما بتنامش أصلا وقايم حاسس اللي هو لهوي انا نمت ساعتين وضيعت، في حد في الثانويه نام ساعتين والحوارات دي كلها، ده غلط ودوت غلط. طيب نحل الموضوع دوت ازاي؟ تعال نتكلم الاول على الناس اللي هي بتنام كتير. اشرب قهوه ما بتجيبش نتيجه، زود جرعه القهوه. القهوه مضره، مين اللي قال لك كده؟ مضره لو زادت، مضره لو زادت عن حد اكتر مثلا من 3 4 فناجين في اليوم، انما لو فنجان اتنين ثلاثة حتى مش مشكلة خالص، عادي. بالعكس القهوة فيها انتي اوكسيدانتس او مضادات اكسدة فهي مفيدة للجسم. في ناس القهوة بتعمل لها مشاكل في المعدة، لا خلاص ابعدوا عن القهوة وخليكم مثلا الشاي بيعمل نفس المشاكل. بقول لكم ايه، ناموا. في طريقة تانية تتغلب بيها على النوم وقت المذاكرة، اللي هو انا كل ما امسك الكتاب مش قادر خالص. بص، في طريقة تانية للتغلب على الإحساس بالنوم والنعاس وقت المذاكرة، إن أنت تقوم تعمل مجهود، تبذل أي رياضة. بالنسبة لي مثلا الساعة بتاعتي لو أنا قعدت فترة كبيرة على المكتب، لو أنا عديت ساعة بتفكرني بتقول لا جيت أكتف، اللي هو قوم اتحرك. فبقوم اللي هو بعمل إيه، في حاجة اسمها إطالات أو اللي هي ستريتش، تعمل ستريتش لعضلات جسمك. فحاجات بسيطة جدا بتخلي الدورة الدموية تشتغل تاني. فلو الدورة الدموية اشتغلت الدم هيروح للمخ، وطالما الدم راح للمخ خلاص انت بقيت فايق ان شاء الله. بالنسبة بقى للناس اللي ما بيناموش فهم نوعين. النوع الاولاني اللي هو بيستعبط وفاكر اللي هو ايه، لا يا عم ثانوية يبقى اعمل ايه، نوم ساعتين ومذاكرة 17 ساعة في اليوم والاكل اللي هو خطافي كده باكل وانا بذاكر، والصلاه اللي هو ايه الله اكبر تنقرها، والدروس بقى تاخد وقتك وانت رايح وجاي، المواصلات هات ابويا يجيب لي عربيه مخصوص، الحوارات دي كلها. ايه انت داخل سباق؟ انت داخل معركه؟ لا اهدى على نفسك شويه، ما هو انت نايم ساعتين، لا نمت كويس ولا قمت كويس. انا عايز اقول لك معلومه بس عن النوم يا شباب، يا شباب المعلومه اللي انت بتاخدها في مخك دلوقتي بيحصل لها بروسيسنج ومعالجه وتنظيم اثناء النوم. فلو انت ما نمتش كويس مش هيحصل بروسيسنج ومعالجه للمعلومه اللي انت ذاكرتها اصلا قبل ما تنام. ثانيا، النوم الكويس كانه بيعمل ريتشارج لجسمك او بيعمل اعاده شحن لجسمك، فبتقوم فايق، فبالتالي تستقبل اليوم اللي جاي كويس. فبالتالي المذاكره اللي انت ذاكرتها امبارح حصل لها بروسيسنج كويس واتظبطت واتنظمت جوه مخك. ثانيا انت قايم فايق، انما لو ما نمتش كويس فانت لا ده ولا الدنيا باظت. في ناس تانية بقى اللي هو والله احنا نفسنا ننام بس مش عارفين من كتر القلق مش عارفين. طيب اولا ما تلجأش لاي ادويه، عشان في ناس كتير منكم بتفكر ان هي تلجأ لادويه. ما تلجأش لاي ادويه الا لما تستشير طبيب، وانا مش طبيب بالمناسبه، انا طالب طب، عشان ما حدش يقول لي اعمل ايه. تاني حاجه، انت ممكن تكون بتعمل حاجات اصلا هي اللي مسببه كده. اولا القلق الزياده، طيب والقلق الزياده ده هعمل ايه؟ هدوس على الزرار يعني؟ فما قلقش، ما هو القلق ده غصب عني، اكيد ما فيش حد عايز يقلق. انت تقدر بشيء من الذكر وشيء من الصلاه وشيء من قراءه القران وشيء من الاستعانه بالله سبحانه وتعالى وتظبيط دماغك وتقعد مع نفسك كده وتفكر، هو انا خايف من ايه؟ هو انا قلقان من ايه؟ قلقان من كذا؟ هتلاقي والله العظيم حل ليه، هتلاقي فيه اجابه على الموضوع ده، اللي هو ما تقلقش يا عم الموضوع سهل. فحاول تفكر بطريقه ايجابيه. تاني حاجه ممكن تخليك بتعمل كده او بتنام قليل، هو ان انت بتشرب حاجات فيها كافيين كتير او حاجات فيها منبهات كتير. قلل الشاي، قلل القهوه، بحيث ان انت تقدر تنام. صبري يا نفسي، صبري يا نفسي، معنا الله مشوار الطب، مشوار الطب بدأنا خطاه.